السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، آباء وأولياء أمور تلامذة مجموعة مدارس الحلوي للتعليم الخاص. في هذه الفيديوهات سنقدم توضيحا لطرق استعمال المنصة الإلكترونية الخاصة بتلاميذ المؤسسة. في أول الأمر يرجى الولوج إلى المتصفح الخاص بكم جوجل كروم وكتابة الموقع التالي في مكان الرابط jshalwi.com. سيظهر لكم هذا الزر الذي بالضغط عليه سيتم تثبيت التطبيق الخاص بالمؤسسة، وفي حال عدم ظهور هذا الزر يرجى اتباع الخطوات التالية. اضغط على ثلاث نقط الموجودة في يمين أعلى الشاشة، ثم اضغط على أجوتي الأكل، ثم انتظر التثبيت. مباشرة بعد ذلك سيصبح التطبيق مثبتا على هواتفكم. للولوج للحساب الشخصي للتلميذ يجب فتح التطبيق وإدخال اسم المستعمل والرمز السري، ثم الضغط على Connection. ستجد بعد ذلك آخر الدروس المقدمة من طرف الأساتذة، كما يمكنك تصفح الأرشيف باتباع الخطوات التالية. اضغط على زر Matière، ثم اختر المادة المراد تصفحها، ثم ستجد الوحدات وكل وحدة تتضمن الدروس الخاصة بها. فيما يخص الدروس المباشرة يجب الضغط على زر فيرمي، ثم سيظهر على الشاشة زر لايف الذي يقود التلميذ مباشرة لحصته المباشرة مع أستاذه ورفقة زملائه.